مثل هذه التخصيصات هي يسميها الفقهاء حق انتفاع، حق منفعة، يعني عندما جهة من الجهات مصنع إلا مؤسسة ولا وزارة التعليم ولا شركة طيران تعطي مزايا لموظفيها، إما بالسفر مجانا بتذاكر سفر، إما بسكن في قسم داخلي، إما بشقق تخصصها للموظفين الذين يشتغلون في هذه الجهة. هذا يسمى حق منفعة، لا يجوز لصاحبه أن يبيعه لشخص آخر أو جهة أخرى أو جهة أخرى أن تدخله إلا بإذن الجهة التي تملكه، بشرط أن يكون الساكن الجديد أو من يستعمل هذا الحق يكون ممن يحق له الانتفاع به بمقتضى اللوائح والقوانين. فإذا كان جه شخص آخر يشتغل في الحديد والصلب وأراد الأول أن يخرج ويقول أنا لا أخرج إلا إذا أعطيتني أنت 1000 دينار ولا 2000، وافقت الجهة اللي هي مصاحب الصلب على ذلك، فذلك جائز بشرط أن يذكر لها أنه يريد أن يأخذ مالا. فإذا ذكر لها أنه يأخذ مالا ويبيع الشقة متاحة لشخص هو أيضا مؤهل يشتغل في حيث الصلب، فذلك العقد جائز ومشروع. أما إذا كان هذا الشخص يأخذ مال ولا يخبر به مصنع حيث الصلب ولا الجهة التي تملك، فإنما يأكله مالا باطلا حراما، إن الذين يأكل يعني يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، لا يجوز له أخذ المال ولا يجوز له أن يسكن ويمكن شخصا آخر لا تتوفر فيه الصفات المطلوبة، مثل أن يكون يشتغل في حيض الصلب، ولا يحق لشخص آخر من غير إذن أن يأتي ويدخل إلى هذا المكان من غير إذن الجهة التي تملكه، فيجب عليهم أن يخلوها ويعد سكن وتعد سكنهم فيها في سكن هذه الشقق تبع حديد الصلب من الناس الذين استولوا عليها. إذا كان في وقت الاضطرار ووقت الحال فذلك الضرورة ترفع الإثم، يعني فمن اضطر غير باغ ولا عاد فالإثم عليه، لكن مع ذلك بعد أن ترتفع الضرورة فلا يحل لهم البقاء في ذلك المكان، ويعد بقاؤهم فيه غصبا يجب أن يخرجوا منه، حتى الصلاة فيه حرام.